واحنا بنعمل حلقة الست دي أمي مع صلاح عبد الله، فجأة قرر يكلم أمه ويطلب منها الدعاء رغم إنها ميتة. ليه بحس إنك أول ما بتيجي سيرة الوالدة وعايز تتكلم عنها زي معرفش زي السكون كده أو الشجن وصوتك بيتغير وملامحك بتتغير؟ لأني يعني حاسس مش عارف ليه جوايا إحساس إن كل ده كنت عايز أقوله لها بشكل شخصي. عايز أقول لها أنا بحبك جدا، أنت أهم وأعظم ست في حياتي، أنت كل حياتي، أنت في عقلي وفي قلبي وفي كياني، أنت ذاتي، أنت ذاتي، أنت عمرك ما هتبقى ماضي، لا أنت حاضر وأنت آتي، نفسي أشوفك، مع إن أنا حاسس على طول بشوفك على طول، أنت وحبيبك عبد الله جوزك حبيبك، بحس بيك وبشوفكم. أنا كتير جدا وأنا نايم بقعد أنادي عليكم، والله العظيم أنا مراتي وبناتي على طول بيقولوا لي أنت في إيه، أو يعني بيتخضوا عليا من كتر ما بقعد أندى عليكم وأنا نايم، يعني أتقلب كده ياما يابا بحبك، بحبك جدا، بحبك فوق الوصف. أنا على فكرة ياما جبت 3 بنات، ربنا كرمني بثلاث بنات وحفيدة كمان، عشان انتي كنا كلنا صبيان وبنت واحدة، فانا عوضتلك او يعني جايب لك 4 بنات لغاية دلوقتي. يعني طبعا مش حاضر اجيب تاني خلاص كده، حلو قوي رضا يعني واخده بالك، بس ان شاء الله حفيداتك هيجيبولك حفيدات تاني يعني، واشوفك على خير، ربنا يجمعني فيك. انا يعني انت ان شاء الله في مكان احسن ملايين المرات من اللي احنا فيه دلوقتي، وانا مش عارف والله يا أم مش عارف يعني، ادعي ادعيلي ادعيلي يا رب.